مكملين في منتخب مصر ومكملين مع كيروش، وعندنا قناعة تامة ان من حق اي ناقد او لاعب كرة سابق مهما كانت خبراته ان هو ممكن يقول نقده في المدير الفني او في بعض اللاعبين من وجهة نظره، وفي النهاية يعني الحكم للمشاهد او للمتلقي سواء كانت وجهة النظر دي وجهة نظر سليمة مبنية على أسس، مبنية على فهم، مبنية على دراسة، أو وجهة نظر خارجة عن الإطار ده وبتتعامل بشكل فيه شخصنة. وعجبني جدا كابتن عمرو السولية لما اتسأل قبل مباراة منتخب مصر والأردن رأيك إيه في الانتقادات اللي بتوجه لبعض اللاعبين. عمرو السولية بصفته كابتن لمنتخب مصر قال إحنا مش بيشغلنا ما يدور على الساحة سواء إعلاميا أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وبنحترم كل الآراء سواء كانت الآراء دي بناءة وجاية من ناس متخصصين أو آراء معتمدة على فكرة الشخصنة وكره بعض اللاعبين. في النهاية إحنا كمنتخب مصر هدفنا الأول إن نشوف تعليمات المدير الفني، والمدير الفني هو الناقد وهو المتحكم في أداء اللاعبين والحاكم على أداء اللاعبين من وجهة نظر كابتن منتخب مصر عمرو السولية. لكن شخص آخر فارس بيكون دايما له وجهة نظر بعيدة كل البعد عن الموضوعية وحتى عن استخدام الألفاظ التي تليق بمجال الرياضة. هي دي المشكلة كلها، الألفاظ التي تليق بمجال الرياضة. بصوا احنا قاعدين هنا سهل جدا، انت بتخلص الحلقة طبيعي اي برنامج بيكون فيه تغطيات على صفحات وعلى مواقع وكده، سهل جدا انا او اسامة في اي حلقة نقول لفظ فيه تجاوز او فيه إساءة بعيدا عن فكرة البرنامج او الرد اللي احنا بنرد فيه، هتلاقي الناس منزلاه، ممكن تبقى ترند، بس في النهايه انت ما قدمتش حاجه اعلاميه. يمكن كابتن رضا عبد العال تحديدا انا مشكلتي معاه ان هو بالشكل ده لا يقدم محتوى. على فكره انت ممكن تكون لك راي فني سلبي جدا في اي حد، تمام؟ اصل دي طبائع الامور يا جماعه، بتخلص بيكون حد ليه وجهه نظر، ليه راي، ولكن طول الوقت فكره التنمر، فكره السخريه، فكرة التقليل من الأشخاص. إحنا بنتفرج على استوديوهات في العالم كله، دوري إنجليزي، كالتشيو، ليجا، بنتفرج على دوريات عربية، دوريات كمان في المنطقة يمكن بعضها مصنف أقل مننا، ولكن ما بنشوفش أي نوع من أنواع التحليل اللي بيكون بيسيب أي شيء فني ويروح للشخص يصفه أوصاف غريبة جدا. بالتأكيد إحنا فارس هنا اتكلمنا بشكل كبير جدا عن كابتن رضا عبد العال، ويمكن كنا سابقين الكل، وطبعا إحنا شايفين الانتقادات حاليا وبدأ الإعلام ينتبه لهذه الظاهرة، لكن هذا البرنامج بيشهد أن احنا تناولنا الظاهرة دي من بدري جدا مع كامل الاحترام والتقدير لكل النقاد الرياضيين وكل الإعلاميين وحتى الكابتن رضا عبد العال وأي شخص بنتناوله. احنا لا نتناول شخصه إطلاقا، ولكن نتناول أفكاره، ولكن الكابتن رضا عبد العال ما بيمنحناش أفكار، هو بيمنحنا مصطلحات لا تليق بمجال كرة القدم ولا تليق بفكرة ناقد رياضي أو لاعب حتى سابق لاعب لنادي الزمالك والنادي الأهلي، وهما أكبر ناديين في الشرق الأوسط. فتعالوا عشان نثبت لكم أن الموضوع مش نقد لأبناء النادي الأهلي أو مدير فني أو لاعب في النادي الأهلي، نشوف رأي الكابتن رضا عبد العال الفني في منتخب مصر والمدير الفني لمنتخب مصر، ونرجع نعقب. وبعدين ده بادئ لي بالراجل اللي هو بيلعب راس حربه دوت، اللي هو لا حول ولا قوه، وبنقول الكلام دوت والناس بتزعل مننا، وهو طالع يقطع فينا يقول لك مسرح مصر ومسرح. يا عم خليك النهارده، انت ما دخلتش، انت بتهرب من ال 18. في قناعه يا كابتن بامكانيات يا عم، قناعه تير الاثنين ويمشوا، الاثنين يمشوا مع السلامه. انت شفت فرقه الجزائر والله العظيم الشوط الثاني مجهول. لا هي من وجهه نظري هي مش بنفس القوه اللي انا كنت متخيله، ولا فقط الحماسه اللي هم يعني احنا شايفينها دايما. انت عارف احنا لما كنا بنحط الكره على الارض من رجل لرجل، صح احنا ركبناها، ايه واخد بالك؟ وهو مش يعني واقف بره مش شايف حنبله ده، يعني حنبله مش شايف الكلام ده. طيب الحقيقه انا بعتذر طبعا للمدير الفني لمنتخب مصر، وبعتذر ايضا للاعب منتخب مصر ومهاجم منتخب مصر مروان حمدي، اللي ممكن نتكلم رياضيا واحصائيات وارقام وطبيعة دوره في تقديم دوره مع منتخب مصر، أو إن هو يليق إن هو يلعب لمنتخب مصر، أو إن هو التجربة اللي بتتلعب دي أثمرت عن إنه مفيد لمنتخب مصر من عدمه، كل ده شيء في مجال كرة القدم. لكن فكرة ده يمشي وده مع السلامة، والمصطلح اللي يتقال على مدير فني لمنتخب مصر ده مصطلح اتكرر على مدار الأسبوع الماضي، يعني كابتن رضا عبد العال على مدار الأسبوع الماضي بيقول هذا المصطلح اللي أنا طبعا مش هقوله حضراتكم سمعتوه. والغريب ان هو مع اي مقدم برامج بستشعر
قوه غير طبيعيه للكابتن رضا عبد العال. الكابتن رضا عبد العال انا ببصم بالعشره، اصبح مع بعض مقدمي البرامج هو اقوى ضيف في مصر، هو اللي بيقود البرنامج، هو اللي بيقول اللي هو عايزه، ومحدش يقدر يمتعض الا همهمات. يا كابتن هوب هوب هوب، معلش يا كابتن، طب يا كابتن يا سيدي خلاص، ويتعصب ويتنرفز على مقدمي البرامج. وليه؟ انا مش عارف ليه، انا مش فاهم. هل الموضوع ان انا عشان اكون ترند اقدم ده واقدم اساءه لكل مدير فني، سواء مدير فني النادي الاهلي او لنادي الزمالك او لمنتخب مصر، هل هو ده الاعلام الرياضي اللي احنا عايزينه؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال. عايز تكون ترند، افتح بعض الابلكيشنات وشوف الناس بيبقوا ترندي فيها ازاي. انت عايز تقدم نفسك بايه؟ انا بشوف كيروش مدرب درب في تجارب كبيرة جدا، درب في قارات مختلفة، درب في أندية عملاقة. تعالى أكاد أجزم إن كيروش لم يكن يتصور أبدا على مر مسيرته إنه يتقال عليه حنبلة. يعني طبعا كامل الاحترام ليه، ولكن لم يكن يتصور أبدا إن هيأتي به القدر عشان يدرب في يوم ويلاقي راجل طالع في استوديو تحليلي بيقول عليه الألفاظ دي. طبعا شيء صعب، شيء خارج نطاق كرة القدم، ولكن لان احنا هنا انا استوقفني ان فجاه زي ما اسامه قال لكم بالظبط، الناس كلها بتهب الفكره ازاي، وده ما كانش بيحصل على فكره. ظاهره ايجابيه ان انت ترفض ده اعلاميا لانه بيسيء لاي حد بيعمل في مجال الاعلام الرياضي، ولكن كان فين الكلام ده لما كنا بنسمع الاتي وكنا بنتكلم لوحدنا هنا؟ نطلع ونشوف الفيديو عشان نسال فعلا كان فين الكلام ده. رسائل كتير جدا جدا للكابتن رضا، هتلاقي كله موسيماني، والناس بتتكلم برضو على ان ازاي كابتن رضا بيتكلم على موسيماني وهو واخد يعني دوري. بتكلم على واحد من الصحابه، ده بكرشي وقد كده، واقسم بالله كان تايه ومش شايف. لا لا يا كابتن ولا عارف. خلاص انت مالك النهارده؟ اقول لك على حاجه بس عشان الناس بس فضل. هتزعل مني. يعني بدري بنون اللي جايبينه ده النادي الاهلي، واحمد بيكهام، احمد رمضان بيكهام، لسه بيكهام ما خلص رسمي، مطالبين 15. احمد رمضان بيكهام قد 100 زي بدري بنون واي حد في الحته دي. بس خلي بالك بدري بنون ده لاعب خبره، سيبك من ولاعيب دولي. بص احنا شفناه لا بيعرف يتحرك ولا بيعرف يقف، هو طويل وستايل على الفاضي. انا بكلمك على انت ليه يكون عندك لعيبه هنا ولاعيبه كويسه وفهماك وعارفاك وعارف طبيعه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، واروح اجيب واحد قليل عشان ان انا جايب لعيب محترف؟ ما انا بقول لك هي دي مشكله الصفقه، انت بتجيب لي الشو ولا للي انت محتاجه؟ بطريقه الراجل اللي اسمه موسيماني اللي هو بيلعب من ورا ويبدا الهجمه من الشناوي دلوقتي، مع واحد زي بيكهام هيركب النادي الاهلي على اي فرقه في مصر وبره مصر. ده هو جايب بدري بنون عشان دي يا عم، ما بعرفش يلعب عشان بيستلم من تحت وبيطلع. يا عم ده عامل زي احمد بدير في قراص جاي. عيب في حق كل واحد فينا اللي بيتقال ده، واعتقد الاخلاق مش نسبيه. لما كيروش يتم الاساءه ليه ده مش نسبي، هو المبدا طول الوقت غلط. الاساءه والتنمر على موسيماني واحنا بنعتذر، ولكن مهم جدا ان يبان ان الموضوع اكبر من مجرد اساءه لمدرب المنتخب دلوقتي. اساءه البنون وتنمر على شكله او طوله او تشبيهه باحد ادوار الممثلين، كل ده غير مقبول. يمكن انا بشوف كومنت بيبقى مكتوب كتير جدا على الكلام اللي زي ده بيتقال كلام مصاطب، انا برفض ده. المصاطب دي كان فيها اهالينا الطيبين زمان اتعلمنا منهم الاصول واتعلمنا منهم الصح، وان ما كانش عمرهم بيخرج منهم العيبه. الكلام ده اقل بكتير كمان من كلام المصاطب، ده كلام كل مسؤول لازم يواجهه ويتدخل لايقافه، لان الموضوع بقى بايخ قوي، ممل قوي، ومهين قوي. ده بغض النظر اصلا عن الراي الفني اللي احنا استعرضناه بين بدر بنون واحمد رمضان بيكهام، يعني حتى الراي الفني ما كانش راي فني سليم او سديد. ولكن في النهايه احنا هنا رساله حابين نوضحها ان الامر مش متعلق ببيتسو موسيماني فقط لا غير، ولا لاعبي النادي الاهلي، وده بنكرره للمره الثانيه. لما تعرض لكيروش قلنا الكلام ده مرفوض، وطبعا لو تعرض لاي نادي اخر او لاعبي انديه اخرى هناك منصات اعلاميه لهذه الانديه هي منوط بها الدفاع عن لاعبيها، ولكن احنا برضو ما نقبلش الاهانه لهؤلاء اللاعبين، لان في النهايه هذه رياضه، وسمات الرياضي يكون بيسمو باخلاقياته. ولكن الامر محتاج وقفه، واعتقد زي ما حضراتكم شايفين الاعلامي او اللي هو بيكون في صحبه كابتن رضا عبد العال
بتشوفوا همهمات يا كابتن يا كابتن يا كابتن، ومفيش اي حاجه بتحصل مع الكابتن، وكابتن رضا عبد العال فاتح على الرابع. دي كانت رساله حابين نوصلها، يعني اتكلمنا فيها كتير جدا وكنا سابقين الكل في اننا نتكلم فيها.